من جديد تتصدر معارك الثوار ضد قوات النظام وميليشياته المشهد الميداني في حلب إلى جانب البراميل المتفجرة وصواريخ الفيل، معارك مباغتة شنها مقاتلو غرفة عمليات فتح حلب على جبهات ممتدة من حلب الجديدة والراشدين إلى الخالدية والأشرفية، أظهرت هشاشة جبهات قوات النظام وتخبطها. والحمد لله تحرير عدد مباني في حي الراشدين، ونحن الآن داخل إحدى مقرات شبيحة الأسد في حي الراشدين. تقدم كبير حققه مقاتلو فتح حلب على جبهات الراشدين والخالدية والأشرفية رغم تدخل الطيران والصواريخ إلى جانب قوات النظام في المعركة. وفضلت غرفة العمليات عدم الإفصاح عن تفاصيل هذا التقدم في الوقت الحالي. صواريخ التاو فرضت حظرا للتجول على آليات قوات النظام خلال المعركة، فدمر لواء صقور الجبل دبابتين ومدفعين ثقيلين فضلا عن عربتي دفع رباعي. الله أكبر، لواء صقور الجبل الطاحنة، الله أكبر. حركة نور الدين زنكي المنضوية في غرفة عمليات فتح حلب أعلنت مقتل ما لا يقل عن 40 عنصرا من قوات النظام وميليشياته الشيعية على جبهة الراشدين. رد النظام على هزائمه في ساحات القتال كان باستهداف المناطق المأهولة بالسكان، فتناوبت الصواريخ والبراميل المتفجرة على قتل المدنيين وتدمير منازلهم. هي معركة جس النبض إذن كما أطلق عليها ناشطون، واعتبروا أنها حققت أهدافها الأولية بخلخلة جبهات النظام ونشر الذعر بين ميليشياته وشبيحته.